السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الكرام أهلا بكم إلى حديث الصحافة لنهار اليوم أسعد في هذا العدد باستضافة الزميل نصر الدين حديد صحفي بقناة الوطن الجزائرية أهلا بكم زميلي نصر الدين ونشكركم لقبول دعوة البرنامج اهلا وسهلا زميلي ادير وشكرا على هذه الاستضافه اذا بدون اطاله زميلي نصر الدين اول موضوع في حديث الصحافه النهار اليوم هو ما كشفت عنه جريده البلاد حينما عنونت صفحتها الاولى شكيب خليل هذه هي شروطي للمثول امام القضاء الجزائري حيث خرج الوزير الاسبق عن صمته وابدى استعتاده للمثول امام القضاء الجزائري تساؤلي نصر الدين نعم. كيف تقرا هذه الخرجه من قبل شكيب خليل واستعداده لدخول الجزائر للمثول امام القضاء القضاء الجزائري. يعني بدايه يعني استغرب ان يضع متهم شروطه للمثول امام القضاء يعني بعد عامين من الفرار خارج الجزائر واليوم يملي شروطه يعني لكي يحاكم او لكي يدخل الى الجزائر يعني لو ان ان هذا المتهم حقيقه يعني لديه يعني نيه خالصة في المثول امام القضاء لا وقف امام القضاء بدون شروط يعني متهم يضع شروط للمثول هذا للمثول امام القضاء فهذه سابقه وشيء مضحك ويدعو الى الاستغراب والدهشه يعني لو ان شكيب خليل يعلم انه يعني سيدخل السجن لما قدم نفسه او لما قدم راسه امام مقصرة القضاء يعني كيف يرفض شكيب خليل الدخول الى السجن الاحتياطي ويرضى بالدخول الى السجن لمده سنوات يعني هذه المفارقه العجيبه شكيب خليل يعلم مسبقا ان محاكمته في الجزائر س... ستكون على طريقة تسوية وضعية فقط لا غير يعني هو مجرد هي مجرد تمثيلية ستكون لصالح في النهاية ويعلم أنه لا يدخل السجن ولذلك يرفض أصلا دخول السجن الاحتياطي فما بالك يعني بالحكم لكن السيد تبرر بوضعية صحية لأن السيد جاوز أو فقى سنة, سنة السادسة من العمر والسيد لم يطالب بشيء الكثير طالب بمحاكمة شفافة وبعيدة عن دوائر السياسية الفاعلة في السلطة يا أخي لو... بالفوائد السياسية التي يمكن أن تؤثر على اجرى العداله في الجزائر اذا ما دخل طلاب الجزائري لكي يقف امام القضاء الجزائري. يا صديقي الشكيب خليل يرفض الدخول الى السجن الاحتياطي فما بالك يعني بالسجن يعني لعده سنوات يعني هناك يعني خلل في التصريحات التي يطلقها شكيب خليل هو لا يريد اصلا الدخول الى السجن يعني فكيف يرضى بان يقدم نفسه متعللا بالوضع الصحي؟ هل يريد محاكمه على طريقه الرئيس المخلوع حسني مبارك ام يريد اقامه فخمه يكون يعني سجن رمزي فقط لهذه الشخصيه ونحن نعرف العلاقات علاقاته مع مع السلطه وانه شخص مقرب ولذلك يعني بالرغم من صدور مذكرة توقيف دولية لمدة عامين، يعني إلا أنه بقي خارج السجن وخارج البلاد، مع العلم أن المتهمين الآخرين قضوا خمس سنوات في السجن بدون محاكمة. تصور نعم يعني نعم، إذا هل ترى أن قبول شكيب خليل المثول أمام القضاء الجزائري أنه يفند جميع التهم التي تنسب إليه والاختلاسات المالية التي نسبت لهذا الرجل؟ هذا مؤشر على أن المحاكمة ستكون شكلية وستبرئ شكيب خليل وسيخرج مثلما تخرج مثلما تخرج الشعرة من العجين يعني هو سيبرأ في النهاية هذا دليل على ثقته العمياء بأن وضعيته ستسوى خارج او من خلال القضاء الجزائري لكن السيد يطالب بمحاكمه شفافه ماذا يقصد بمحاكمه شفافه ان علمنا ان للرجل خبايا بالقضايا بالشان السياسي الجزائري وانه قريب من الحكام الجزائريين ماذا يقصد بالمحاكمه الشفافه اي متهم سيقول لك انا اطالب بمحاكمه عادله يعني هذا كلام مطاطي بروتوكولي مجرد يعني تنميق وتلميع لصورته ولكن نح نحن لا نتهمه ولا لا نقول انه مجرم ولكن ولكن ان يضع شروطا وان يقدم نفسه فداء هكذا بالمجان مع العلم انه باستطاعته البقاء خارج الجزائر وخارج ال ونحن نعلم ايضا انه باع كل ممتلكاته خارج الجزائر وسوى وضعيته ال الماديه حتى فماذا يفعل هنا؟ هنا فقط من اجل الحصول على على اجر تقاعد مريح والمكوث الى نهايه عمره اخر سؤال فيها قبل ان نتطرق الى اخر، هل ترى حقيقه انه يمكن ان تتجسد محكمه شكيب خليل ام انها تصريحات للاستهلاك فحسب؟ قلت لك ان ان اصلا المحامين ولا احد يعني قام بطلب شكيب خليل كشاهد أنه متهم رئيسي في القضية في حين أنه لم يستدعى كشاهد في قضية سوناتراك واستدعي بقية المسؤولين الآخرين في القضية المسؤولين الصغار يعني أما الرؤوس الكبيرة التي تقف وراء هذه الفضيحة لم يتم استدعاؤها ولم يتم الحديث عنها في المحاكمة ولم يتم فقط الذين استعملوا كبش فداء في في هذه الفضيحه هم الذين سوف يدفعون الثمن اذا تتصورون ان شكيب خليل سيبرر من جميع التهم طبعا ما من ما على حسب استنادا الى تصريحاته وإلى ثقته العمياء في في المحاكمه وجراته في بعد بعد عامين بعد مرور عامين اعتقد ان القضيه مجرد قضيه شكليه ومحاكمه شكليه فقط. اذا ننتقل مشاهدينا الكرام الى موضوع اخر وهو الملف التربوي نصر الدين. الظاهر انه موسم دراسي يتجه ليكون موسما ابيض بامتياز. هذا ما كشفت عنه جريده اخبار اليوم التي عنونت صفحتها اضراب جديد سيهز قطاع التربيه. حين كشفت الجريده أن النقابة الوطنية أن المجلس الوطني للنقابة الوطنية للأسلاك المشتركة قرر الدخول في إضرابين أيام الـ 27 و 28 وكذا الـ 29 أفريل الجاري. تساؤلي نصر الدين كيف تقرأ هذه الدعوة للإضراب بعد يوم من العودة لمقاعد الدراسة وهو اليوم؟ يعني أعتقد أن النقابات تسعى تسعى لتحقيق مطالب أكثر في ظل مناورة وزارة التربية النقابات تريد الضغط على الوزاره من خلال هذه الاضراب الاضرابات والوزاره تستجيب ثم تكيف مثلما قلصت مؤخرا عدد المناصب الترقيه بادراج عدد الاساتذه الجدد والاساتذه يعني قلصت عدد المستفيدين من الترقيه يعني هناك يعني النقابات تبحث على مسافه أخرى من أجل الضغط على الوزارة والوزارة بطبيعة الحال تسعى إلى المناورة ولا ولست أدري لماذا كل هذا الأخذ والرد يعني بعد شهر يعني تستجيب الوزارة يعني قبل أن يدخل الأستاذ في إضراب كانوا طالبوها من قبل بتسوية وضعيتهم وتكلموا وتحدثوا ورفعوا وطالبوا ولكن أن تدعى الوزارة أن يصل الأمر إلى حد الإضراب ثم ما بعد الإضراب يعني هذا تقصير من الوزارة و محاولة الزج هي التي دفعتهم الى الاضرابات وهي التي بضغوطها دفعت هؤلاء النقابات الى الالتفاف حول مطلب او حول توحيد ايام الاضراب، يعني كان من البدايه انها تحاور المضربين او تحاور النقابات هذه وتتفق معهم على خطة طريق مثلا او تسوية وضعية على المدى البعيد وينتهي الامر ولكن هذا التماطل هو هو نتيجة غياب الحوار بين الوزارة والنقابات وفي النهاية التلاميذ هم الذين يدفعون الثمن أفل. لكن لماذا قررت هذه النقابة الاعلان عن هذا الاضراب الذي برمج يوم 27 28 و 29 في اي في اول يوم لدخول الفصل الثالث وهو المصادف لسبحه اليوم، لماذا تزامن هذا الاعلان عن الاضراب المرتقب في اول يوم دراسي؟ لان الوقت لم يبقى كثير من الوقت للمطالبه بالمزيد ولا رفع المزيد من الانشغالات النقابات تستعمل سياسه خذ وطالب يعني بعدما اخذت بعض الـ الـ حققت بعض المطالب يعني تريد ان تحقق المزيد والوقت كما نعلم ان الفتره المتبقيه هي فتره وجيزه قبل الانتحاب الانتحاب الامتحانات الاخيره ها. يعني لم يبقى هناك المزيد من الوقت يعني كم اللي في اول يوم يعني هي فرصه للمطالبه بمزيد من الانشغالات او رفع المزيد من الانشغالات ورقه ضغط اضافيه للنقابات لكي تضغط طبعا في الن... التربيه نعم هي نهاية. ورقه ضغط نعم. جديده والوزاره سوف تستجيب في النهايه يعني بعد مرور مده من الاضرابات والضحيه هم التلاميذ وفي النهايه كما كان يحدث من قبل في عصر بن بوزيد يعني في اخر السنه يرفعون نسبه الناجحين ويقولون ان هذه السنه ناجحه و تكيف نعم, نعم. نسبه النجاح البكالوريا حسب في النهايه بكالوريا. تكيف نسبه نجاح لل... أو ونسبه نجاح التلاميذ على حسب مزاج الوزير وينتهي الامر أه. بسهوله لكن هناك مشكل يطرح لماذا نلجا الى الاضراب كاول خطوه وليس كاخر خطوه؟ لا هو الاضراب كاخر خطوه، الاساتذه كانوا رفعوا من قبل مطالبهم وربما كان مطالب تعود الى سنه 2011 و2012 تصور يعني بعد هذه السنوات كامله وترفع المطالب للوزارة الوزاره ولكن لغياب الحوار بين الوزاره، الوزاره تنتظر الى ان يتعفن الوضع ويصل يصل تصل هذه المشاكل الى العنق الى عنق الزجاجه يعني بعدما ويضرب الاساتذه بعدها فتتدخل الوزاره لتمنح بعض الحلول التركعية وبعض فتات الاصلاحات التي تعد بها في كل مره، اعتقد انه هذه المهرجانات خاصه هذا العام يعني راينا اقراص اقراص مضغوطه أه، تاجيل ال... الامتحانات، أه، قرار... قرارات او توصيات بتدريس التلاميذ اثناء العطل، يعني فوضى عارمه ارتجاليه يعني حلول استعجاليه وترميميه فقط ولم نجد يعني اصلاحات فعليه وحوار جاد ينهي هذا الوضع دفعه واحده يعني حل حل جاد يحد من هذا من هذه هذا المشكل دفعه مره واحده إذا التساؤل الذي يبقى مطروحا ما مصير التلاميذ المقبلين على الامتحانات مصيرية حينما تتلاعب الوزارة بمصيرهم وكذا النقابات الأساتذة بمصيرهم بنفس الشيء مصير التلاميذ سوف نراه يعني بعد ثلاث أربع سنوات يعني بعد تخرج من الجامعة والمستوى مستوى التلاميذ الجامعة الذي نراه اليوم هو مستوى هو نتيجة هذه التلاعبات يعني ينجحون يعني بمعدلات خرافية في بعض الأحيان في حين انهم لم لم يدرسوا شيئا ولكن النتيجه تظهر في الكفاءات التي تصدر يعني تتخرج من الجامعه يعني في النهايه كما قلت انها يعني يرفعون مستوى النجاح في البكالوريا وفي غير البكالوريا وفي النهايه يشتكون من تدني مستوى التلاميذ الذين يدرسون في الجامعه وهذه هذه هذه معروفه يعني على مدار عشريه كامله ونحن نرى النتائج والخيبات ونحصد هذه التصرفات نتائج التصرفات اللامسؤولة اذا تقرون انه نسير نحو موسم دراسي ابيض بامتياز هو ليس مس... انا قلت كما قلت انه ليس موسم, موسم ابيض يعني هو موسم رمادي ما عرفناه اسود ما عرفناه ابيض يعني كل مره نحن نعلم ان هذه 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 المهرجانات والكرنفالات التي تحدث على مستوى وزاره التربيه ستسوى يعني كل واحد حسب لا اعتقد ان هناك من من يفكر في مصلحه التلاميذ لا الوزاره ولا النقابات، النقابات تريد الخروج في الاضراب والمطالبه بالمزيد من رفع المزيد من الانشغالات نتيجه تعنت الوزاره وغلق باب الحوار او وضع شروط للحوار ولكن في النهاية التلاميذ هم من يدفعون الثمن، لا يدفعون ثمن من خلال هذه ولكن خلال مستواهم الدراسي هذه تؤثر سلبا على مستواهم الدراسي، تؤثر سلبا على نفسيتهم، تؤثر سلبا حتى على اوليائهم، نعم ما نشاهده هو فوضى تتكرر على مدار يعني اكثر من اكثر من اكثر من 20 سنة يعني ونحن نلاحظ هذه نعم. او 20 من الزمن ونحن نلاحظ هذه مثل التصرفات، اضراب، تسوية وضعية، اضراب، تسوية وضعية، رفع نسبة نجاحات وهكذا. نعم نبقى دائما في الملف التربوي نعرج الى جريده النصر التي اختارت ان تعنون صفحه الاولى وزاره التربيه تامر باستمرار الدراسه الى غايه الثالث جويليا حيث اكدت الوزيره نوريه بن غبريت ان الموعد الرسمي لاختتام السنه الدراسيه لن يكون الا في شهر جويليا وتمسكت بتاريخ امتحانات اخر السنه ولن تكون هناك دوره استثنائيه للبكالوريا تساؤلي نصر الدين مع الاضطرابات المتتاليه التي عرفها القطاع اكثر من شهر من الاضراب هل تؤيد دوره استثنائيه للبكالوريا؟ في رايي الدخول في دوره استثنائيه للبكالوريا هي مجرد يعني حل ترقيعي او نوع من العبث يعني بمصير التلاميذ يعني دوره واحده و يفتح المجال لنسبه نجاح وينتهي الامر الدوره الاستثنائيه هو يعني المزيد من الـ من, من الاضرابات والاحتجاجات والنقابات هي التي دعت الى هذا نعم لتحصل على مسافه اخرى او ورقه ضغط اخرى على وزاره التربيه من اجل رفع الكثير من ناحية من اخرى لماذا لا نفكر في مصير الطالب انه يحق له ما دام لم يدرس اكثر من شهر او شهر ونصف من الزمن ان يعوض بفرصه لدوره ثانيه استثنائيه قد تحدد مصيره وتدخل وتدخله الجامعه. نعم هو لم يدرس يعني هو دوره استثنائيه لا تعني انه انه راح يتلقى دروس اخرى. دوره استثنائيه هي هي امتحان اخر في يوم واحد ولا في ثلاث ايام. هي يعني ليست مجال للدراسة لو تفكر وزارة التربية أنها تدعم التلاميذ يعني تفتح لهم دورات تكوينية خلال الصيف أو خلال أو ما قبل الموسم الدراسي القادم وحيكون الأمر مثل ما في الخارج يعني هناك يعني قلت أنه حرب تموقع حرب مصالح حرب افتكاك المزيد من المطالب حرب بين الوزارة والنقابات من أجل الضغط او لي الذراع فقط لا اكثر ولا اقل كل كل واحد يساوم او يستعمل التلميذ كضحيه ويطالب باسم التلميذ ويستعمله كرهينه من اجل الحصول على مطلبه لا 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 احد بينهما بين الوزاره والنقابات يفكر في مصير التلميذ بجديه ويضع مصير التلاميذ اولويه الاولويات من اجل موسم دراسي يفي او مكتمل الشروط هناك نقطه اضافيه اريد ان اثيرها معك نصر الدين كيف تعلق عن تقدير الوزاره ان تاخر المسجل في التمدرس في هذه السنه لا يعدو الا ان يكون عشرة ايام اما الاطار فقد تجاوز شهر ونصف من الزمن هذه لغه مناوره يعني انه التلاميذ اضربوا لمده شهر وتاخر لمده عشرة عشر ايام يعني هل هذا معقول هذا طبعا ليس معقول حق. هي مجرد مناوره ومجرد لغه لغه او لغه مساحيق كما يقال الوزاره دائما لا تعترف حتى بخيباتها وبانهزاماتها امام النقابات وهذا الشيء الذي يدعو الى النقابات الى المزيد من الضغط والمزيد من الاضرابات يعني قبل قبل ايام يعني لاحظنا انه المدارس والثانويات كانت شبه فارغه في حين انه الوزاره تستفز النقابات وتقول ان الاضرابات ليست ناجحه وان نسبه الاستجابه لا تتجاوز 10% وفي حين تؤكد النقابات انها نجحت بنسبه 70% و هي حرب ارقام وحرب حرب تصريحات, تصريحات, حرب تصريحات فقط اذا ننتقل الى الملف الدولي الى اين نستهله بما عنونته جريده الشرق الاوسط حيث عنونت صفحتها الاولى السيسي يخطط لمشاركه عسكريه اوسع وايران تطلب تدخل عمان حيث كشفت الجريدة أن سلطة الانقلاب المصرية قررت توسيع مشاركتها في الهجومات ضد الحوثيين كيف تفسر سعي مصر لتوسيع مشاركة في التحالف؟ ماذا ستستفيد مصر؟ وماذا قدمت لها من امتيازات حتى تقرر هذه الخطوة والدخول في توسيع عملياتها العسكرية التي تساند في التكتل الذي تقوده السعودية؟ يعني السيسي سمعت قبل قليل انك تقول ان السيسي يخطط السيسي زعيم الانقلاب في مصر لا يخطط السيسي هو احد الحواريين الذين تستعملهم السعوديه فقط لانها اشترته بالمال وضخت في 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 رصيده المزيد من الاموال من اجل الاطاحه بالاخوان هو مجرد عبد او احد الحواريين الذين اصبحوا الان يعني من اتباع السعوديه بعدما كانت مصر يعني دوله رائده في الشرق الاوسط وفي الدول العربيه ويحسب لها الف حساب واصبحت الدول الخليجيه المجهريه تتحكم في دوله بحجم مصر بحجم تعداد سكان مصر بحجم ثراء آه. آه مصر التاريخي والحضاري يعني مصر قز السيسي قزم آه من دوله مصر حتى اصبح الان ورقه واصبح مجرد اليه آه سياسيه محضة. يتحرك مثل آه. يميل مع النعماء حيث تميل يعني يميل حيث تميل السعوديه واصبح الان تابعا لها لانها فرضت عليه أو دعمت إنقلابه ودعمت حكومته ودعمت سلطته، وأصبح اليوم في يد مجرد آلة، مجرد غلام تابع لغلمان السعودية الذين ضمتهم إليها بالأموال. نعم من جانب اخر لكن لم يكتفي الايرانيون لم يبقى مكتفي الايدي بل وجه الرئيس الايراني رساله الى سلطان عمان يحثه على المساعده في وقف العدوان على اليمن، كيف تقرا هذه الخطوه؟ هل تدخل في مسعى ايران لحشد تحالف لانقاذ الحوثيين ومواجهه التحالف الذي تقوده السعوديه؟ طبعا ايران لن تبقى مكتوفه الايدي امام هذا التحالف الذي تشنه السعوديه رفقه حلفائها امام المد الايراني في اليمن، هو صراع ايراني لعلنا يعني نقول أنه صراع إيراني سعودي في المنطقة من أجل التموقع من أجل حجز مكانة في الشرق الأوسط من أجل حجز مكانة الريادة في الشرق الأوسط هو صراع إيراني سعودي تدفع ثمنه الشعوب الضعيفة الشعوب المقهورة ولا الشعوب المستضعفة مثل مثل اليمن اليمن هو ضحية صراع سعودي إيراني والمستفيد طبعا هو امريكا واسرائيل التي تدعم هذه الثورات بالاسلحه وبال المهم ان ايران لن تبقى مكتوفه الايدي وهي, تلجأ وهي كما قلت تلجا الى ضم الاردن الى صفها من اجل نعم نعم, نعم السعوديه هي ضمت هذه الدول من اجل القضاء على الحوثيين او القضاء على المد الشيعي بلغه اخرى ايران ايضا لن تبقى مكتوفه ايديه هي صرحت من قبل ونددت بعاصفه الحزم هذه العمليه التي تشنها السعوديه في اليمن واستنكرت هذه الضربات ضد الحوثيين وهي تريد ان يسيطر الحوثيون على اليمن مثلما سيطر الشيعة اليوم على العراق ونحن نرى المجازر التي تحدث يوميا بسبب هذا المد الشيعي الايراني الذي غزة آه، آه، غزة آه، العراق وأيضا ما حدث في سوريا والصراع الس، الإيراني الس، السعودي في سوريا يعني حزب الله والنصرة والقتال الذي راح ضحيته الألاف من الشعب السوري إذا نصر الدين أفهم من كلامكم أنها حرب نيابة بين السعودية وإيران لكن المستفيد من هو المستفيد؟ المستفيد هو أمريكا طبعا أمريكا دعني أقول لك أن السعودية تلعب دور الذرة التي تنافس إيران في المنطقة يعني كل السعودية تريد إرضاء أمريكا ونحن نعلم, نعلم أنها تابعة لأمريكا ولا تتجاوز السياسة الأمريكية إيران أيضا حصلت مع الاتفاق مؤخرا إيران التي كانت ترى أمريكا الشيطان الأكبر الآن أو كانت تراها أمريكا الشيطان الأكبر أصبحت الآن يعني إحدى الدول المتحالفة مع أمريكا ونحن نعلم الاتفاق الأخير الذي بخصوص الملف النووي الايراني والذي اثار موجه رعب في منطقه الخليج والذين يعني استنفروا كل قواهم من اجل يعني الدخول في اعاده خلط الاوراق من اجل التموقع او التقرب الى امريكا هذه ضرائر امريكا في الشرق الاوسط ايران والسعوديه وهم يتنافسان فيما بينهما وامريكا تستعمل سياسه ادفع اكثر تستمتع اكثر يعني ادفع اكثر يعني الدولة التي لا يوجد لديها صديق دائم ولا يوجد لديها عدو ولكن يعني مصلحة مجتمع دائمة مجتمع. في الشرق الاوسط يعني انا استفدت في هذه النقطة كيف تقرا التوافق الذي وقع بين الامريكيين والايرانيين حول البرنامج النووي الايراني؟ هذا التوافق ياتي في اطار يعني امريكا ايران دعنا نقول انها فرضت على امريكا الامر الواقع يعني بالرغم الحصار وبالرغم ايران لديها اقتصاد قوي ولديها يعني نمو يعني مقبول مقارنه بدول الشرق الاوسط وهي تسعى الى تحدي هذا هذا الشيء الذي دع يعني استطاعت ان تتحدى به الدول العظمى وتفرض نفسها كدوله اقليميه في الشرق الاوسط بالرغم من كل الحصار الاقتصادي والسياسي والتضييق ولكن أمريكا إذا لم تستطع أن تخضع أو تركع إيران فهي سوف إلى صفها, إلى صفها. إذا نعم. ما هو مستقبل اليمن في ظل هذا التصادم الإيراني السعودي وضحية هو اليمن ما هو مستقبل اليمن في القريب العاجل؟ اليمن أعتقد أن الجوله الاخيره التي او التحركات الاخيره من طرف السعوديه هي في صالح اليمن لأن المد الشيعي سوف لن يبقي لن يبقي على اليمن وسوف يعني يحدث سوف سوف تنقلب الامور وسوف يصبح مصير اليمن مثل مصير العراق نحن راينا العراق بعد التدخل الامريكي ثم سيطره سيطره المد الشيعي عليه نحن نرى انه ما يقتل يعني في العراق يوميا يعني في ظرف شهر راينا الحرب الاخيره على غزه ما مات في الحرب الاخيره على غزه هو يعني يقارب هذا الرقم ما فقده العراق في ظرف شهر واحد في نفس الشهر يعني دعنا نقول نحن نلاحظ فقط ما يحدث في غزه ولكن العراق هناك احزمه ناسفه بشكل يومي، سيارات مفخخه بشكل يومي، الهجوم على الحواجز بشكل يومي، الوضع متعفن ويرثى له، يعني في اليمن سوف يحدث نفس الشيء، اذا استمرت هذه الصراعات الطائفيه التي تغذيها امريكا والدول المقربه من امريكا والقوات وتجار السلاح في العالم، سوف يصبح الوضع يعني ليس بعيدا عن الوضع في العراق او في سوريا. إذا نصر الدين تصير مس اليمن هي مقبره عراقيه بامتياز إذا نشكركم نصر الدين الحديد على حسن التفاعل ومشاركه في حديث الصحافه مشاهدي الكرام ما تبقى وصلنا الى ختام حديث الصحافه دمتم في رعايه الله وحفظه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته